بالنسبه لنا يعني في الاخر ان الفار طبق في مصر بشكل رسمي عشان تبقى تاني دوله افريقيه تطبق تقنيه الفار بعد المغرب تحديدا والدوري المغربي. انا عايز اروح لمداخله مهمه جدا مع الاستاذ محمد مراد الناقد الرياضي الكبير باليوم السابع عشان نتكلم معاه بخصوص المؤتمر الصحفي اللي كان النهارده الظهر تحديدا في مقر الاتحاد المصري لكره القدم بخصوص الاعلان عن تقنيه الفار. عايزين نعرف منه تفاصيل اكتر بخصوص هذا المؤتمر. يا استاذ محمد مساء الخير عليك. مرحبا بيك يا كابتن امير، وكالعاده يعني دايما بتألق ونورنا في قناه النادي الاهلي. تسلم ربنا يخليك يا ابو حميد. عايزين نطمن من خلالك على المؤتمر الصحفي واهم اهم ما حدث في هذا المؤتمر. يعني هو طبعا اهم حاجه في الحدث اللي لسه فقط الفار خلاص، يعني ده حدث مهم جدا يا امير ان انت تطبق الفار في الدوري المصري. حاجه بتزيد من القيمه التسويقيه بتاعتك وانت عندك بطوله منتظمه وبطوله فيها جماهير وبطوله فيها فار، فدي حاجه في الامور التسويقيه بتزيد من قوه الدوري المصري. عندك اكثر من فريق طبعا من الفرق الكبيره جدا في افريقيا وفي المستوى والترتيب وعلى المستوى العربي عندك اكثر من فرق مميزه. كل الحاجات دي طبعا بتزيد قوه في الدوري المصري. لكن الفار النهارده زي ما انت قلت يا امير ان احنا ثاني دوله افريقيه تطبق الفار بعد المغرب، كنا نتمنى ان احنا نطبقها في اول دوله افريقيه وحاجه ندخل بها التاريخ وحاجه تحسب بالمجد الحالي في رئيس الكابتن عمرو الجنايني ووليد العطار مدير التنفيذي اللي بذل مجهود كبير جدا، ومن بعديه طبعا الناس اللي موجوده في اللجنه الحكوميه الكابتن احمد عبد الله ومحمد فضل وباقي الاعضاء. انت لو هتحسبها على الوقت مثل انت تعتبر اقل دوله تقاد الفار في وقت كبير. يعني المغرب يعني اللي انا المعلومه اللي عندي هم كانوا سابقنا حوالي اربع او خمس شهور في تطبيق الفار وطبقوه قبلنا يعني يوم 14 في الخطوات في الخطوات اللي بتتاخد عشان تطبيق التقنيه يعني في الخطوات يعني هم بادئين قبلنا يعني بحوالي اربع او خمس شهور. فانت لحقتهم يعني هم تابعوك في اسبوعين بس في التنفيذ الفعلي للتقنيه. هم بداوا يوم 14/2، انت بدات النهارده 5 مارس، فده وقت كويس جدا. كنا نتمنى طبعا ان احنا تبقى اول دوله افريقيه او اول دوله عربيه الامارات برضه تابعونا وتابعوا الفار. لكن في الاخر خالص انت عندك حاجه مهمه وان شاء الله الفتره الجايه تتطور. يعني النهارده كان المؤتمر الصحفي كان حاضر فيه الكابتن عمرو الجنايني ووليد العطار المدير التنفيذي والكابتن المسؤول عن ملف الفار والكابتن جمال غندور رئيس لجنه الحكام واعضاء مجلس الاداره الدكتور سحر والكابتن احمد عبد الله. وتم الحديث طبعا عن التقنيه وجت ازاي وموافقه الفيفا اللي وصلت مؤخرا اللي من الايفاب المسؤول عن تطبيق تقنيه الفار في مختلف الدوريات بقى سواء في اوروبا او في امريكا الجنوبيه او في اسيا او في افريقيا. انت طبعا الكابتن منير غندور اتكلم قال لك احنا عندنا حوالي 64 حكم خدوا الرخصه منهم 17 حكم ساحه و19 مساعد و19 حكم مساعد فار. فده رقم كويس. طبعا الملاعب كلها عندك حوالي 15 ملعب تم الموافقه على ان هم يطبقوا تقنيه الفار باستثناء بعض بعض الاستادات منها الجونه واسوان وطنطا بسبب ان يعني في صعوبه في وضع الكاميرات. لكن الفتره الجايه بيتم العمل على حل هذه الازمه. انت كنت حاضر طبعا الدورات التدريبيه وورش عمل خاصه بتطوير الفار والناس اتكلموا انك يعني في بعض الملاعب يبقى فيها 12 كاميرا او 16 كاميرا، ملاعب ثانيه ممكن هتاخد بس 6 كاميرات وده اللي هيبقى موجود في الملاعب اللي هي طنطا واسوان والجونه. طبعا الشركه المنظمه او المطبقه للفار في مصر هي شركه موجوده في اسبانيا وموجوده في ايطاليا وهي اللي بتطبق التقنيه في المغرب وسبق ليها وطبقت التجربه في كاس الامم الافريقيه هنا في مصر. يعني شركه ليها نجاحات كبيره ولها خبره في الموضوع تقنيه الفار. كل دي طبعا عوامل ان شاء الله تسهل لك ان الفار يخرج بصوره كويسه. مش عايزين طبعا الناس يعني تبقى متعشمه بشكل كبير ان هم يبقى بشكل على الدوري الانجليزي اللي بيشوف فيه الفار وبيطبق ازاي. لا يعني احنا ان شاء الله يبقى عندنا حاجه كويسه. لكن يعني طبعا الفوارق التكاليف الماديه والامكانيات الرهيبه اللي موجوده في انجلترا طبعا في الدوري الانجليزي تحديدا مش يعني ما نقارنش بينها وفي مصر. لكن ان شاء الله الناس يعني معظم المسؤولين في الاتحاد ومسؤول الشركه اللي هي ميديا برو موجودين في الاستاد دلوقتي مباراه امبي والطلعه بيتابعوا الموقف وبيتابعوا ازاي التقنيه تخرج في اول ماتش رسمي وبصوره كويسه او العيوب والايجابيات ايه اللي هتحصل في الماتش ويحاولوا يعالجوها الفتره الجايه.
طيب ده امر غايه في الاهميه. عايز اتكلم معاك في بعض الملفات الاخرى يا مراد. انا عارف ان انت قريب جدا من الاتحاد المصري لكره القدم، بالتحديد فيما يتعلق بلجنه التظلمات والقرارات الخاصه بالعقوبات اللي كانت طبقت على الاهلي والزمالك بعد مباراه السوبر. ايه اللي هيحصل؟ القرارات ممكن تبقى امتى؟ لا معلش يا امير، ثاني سؤال. بتكلم على استئناف الاهلي والزمالك عند لجنه التظلمات بخصوص عقوبات مباراه السوبر. القرارات تطلع امتى باذن الله؟ تمام. هو المفروض ان يكون لجنه التظلمات في رئاسه المستشار عادل الشربات، يعني خلاص يعني لسه ما حددوش ميعاد رسمي للاجتماع، لكن يعني غالبا الاسبوع الجاي او اللي بعده بكثير هيبقى فيه قرارات يا امير على ماتشات السوبر الاهلي والزمالك. هو المستشار عادل الشربات لسه اعلم من يومين ان هو وصل للتظلمات الرسميه من الاهلي والزمالك بعد سبوره من اتحاد الكوره، وكان في جلسات يعني شفناها امبارح اول امبارح، يعني كان النادي الاهلي قعدوا مع لجنه الانضباط وقدموا فيديوهات جديده ومسجلات جديده. نفس الامر للزمالك، قاعد مع لجنه الظلمات وكان في حضور اربع او خمس محامين لتواجد اتحاد الكره وقتهم برضه في مستندات جديده للتظلم على العقوبات. يعني في الاخر خالص عايزين يعني ان شاء الله الافيد والاصلح للفريقين هو اللي يتعاملوا الاصلح في الكره المصريه، والفتره الجايه تعدي على خير ويبقى في التزام من الجميع بقى والجماهير، برضه يبقى في حاله من الانضباط في المدربات، وان شاء الله يعني الفتره الجايه تبقى فتره كويسه. لكن لغايه دلوقتي مفيش ميعاد معين اكيد لصدور القرارات، لكن يعني في خلال يعني الاسبوع الجاي او اللي بعده بكثير قوي هيبقى في صدور قرارات من قبل لجنه التظلمات ورئاسه المستشار عادل الشربات. بالنسبه لمعسكرات المنتخبات، واحنا عارفين الاجنده الدوليه هتكون في اخر مارس، المنتخب الاول عنده ماتشين مهمين جدا مع توجو، المنتخب الاولمبي المفروض كان عنده معسكر في دبي، هل المعسكر ده ممكن يتاجل او يتلغي بسبب موضوع كورونا ده ولا الدنيا هتمشي؟ تمام. هو المنتخب الاول طبعا عنده ماتشين مهمين جدا، توجو طبعا الماتش الاولاني هيبقى يوم 26 في استاد القاهره، وان شاء الله يبقى بحضور جماهيري كبير كمان 40,000 او 50,000 متفرج. كويس كويس كويس. الماتش الثاني يوم 29 في توجو، وده طبعا هيمثل او هو ازمه بالفعل يا امير للمنتخب، ان ذكر الوقت بين الماتشين والسفر والحاجات دي بيمثل ضغط على اللعيبه. ولكن المنتخب الاولمبي، بالنسبه للمنتخب الاولمبي طبعا لغايه دلوقتي المعسكر ما زال قائم، لكن بيواجهوا طبعا بعض الصعوبات بسبب كورونا تحديدا، وفي بعض المشاورات دلوقتي وفي ناس موجوده، في اتصالات من الشركه اللي هي المنظمه للثوره دي اللي هتكون هيكون فيها مصر وهتلاعب كرواتيا والارجنتين يوم 26 يوم 29 ومعاهم السعوديه. يعني لغايه دلوقتي في مشاورات ان الدوره تتاجل او تتلعب، لكن لغايه دلوقتي لغايه وقتنا الحالي يا امير الدوره لسه قائمه وشغاله. في بعض المقترحات ان الكره تتلعب بدون جماهير، وده الحل الاقرب لغايه دلوقتي، لكن الكابتن شوقي اللي انا عارفه ان هو يعني مجهز كذا حاجه، ممكن يبقى في ماتشات لو هنا في مصر لو الكوره اتلغت، لكن لغايه وقتنا الحالي يا امير الكوره شغاله والماتشات في مواعيدها، وماتشين كرواتيا والارجنتين 26 وشايف ان هم تجربتين ان شاء الله لو الدوره تمت واستمرت زي ما هي، شايف ان هم ماتشين قويين جدا بالنسبه للمنتخب الاولمبي وتجربتين كويسين جدا قبل الاولمبياد. ان شاء الله الفتره الجايه يعني نشوف دول اسيا للاسف بتعاني من شر الكورونا، فان شاء الله الفتره الجايه يبقى فيها حل، ولسه ان شاء الله فاضل حوالي 20 يوم فممكن يكون وصل الحل ان شاء الله باذن الله. يا استاذ محمد انا بشكرك شكرا جزيلا، الناقد الرياضي الكبير استاذ محمد مراد كان معانا على الهاتف.